في السنين الأخيرة ظهر في حياتنا الفنية مجموعة من النجوم غيروا نظرة الناس للجان أو للفتى الأول وتغيرت كمان النظرة التقليدية لفتى أحلام البنات من النجوم دول شاب كان خريج كلية التجارة وغاوي وبسنه ملاكمة 2009 شافوا الله يرحمه الفنان الكبير نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين ودوله دور في مسلسل وبعدين بعد خمس سنين لمع هذا النجم وبقى حديث الناس واصبح لي مكانه كبيره جدا في الوسط الفني والسينمائي والبعض بيعتبروا النجم القادم ونجم الشباك القادم في الاعمال الناجحه معايا النجم الصديق العزيز وانا مبسوط ان انا معاك للمره الثانيه بعد اربع سنين وشكرا بجد على المقدمه الحلوه دي لأ اربع سنين كفاح أوه. يعني اربع سنين حياه كفاح ده حقيقه ده حقيقه وانا اول برنامج ظهرت فيه كان, مع كان معاك فانا هي. سعيد جدا بيك وسعيد بنجاحك وبنجوميتك ربنا يخليك وانا مبسوط برده تاني ان انا معاك بعد اربع سنين من الكفاح وحاسه ان هو يعني احساس حلو إن, إن أنا جيت معاك, جيت معاك ظهرت معاك في بدايتي ونظر معاك دلوقتي وأنت نجم يعني بعد خطوات كويسة إن ربنا كرمني فيها يعني. الحمد, لله. الحمد لله تعالى نشوف شوية صور كده ونتكلم عليها في الأول يلا أحمد رمزي الفرق ما بين الجيل أو الجان في جيل أحمد رمزي والجان أو الفتى الأول في جيل أحمد العوضي اكيد هم احلى بكتير هم 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 هو الجيل ده ارقى من من جيلنا حقيقي يعني 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 زمان الناس بتوع زمان كان عندهم انت. آه. اه اه كان عندهم مبادئ احنا مفتقدينها دلوقتي فالمبادئ دي بتبقى ما عندهم, عندهم مبادئ الناس القديمه طبعا يعني ممثلين او غير ممثلين الناس القديمه عموما الجيل القديم عندهم مبادئ احنا كان مفتقدينها دلوقتي نتمنى تبقى عندنا يعني صور الفتى الاول او او فتى احلام البنات زي ما بيقولوا في السينما العالمية دلوقتي بقى اختلف برضو ولا رايك ايه؟ برضو اه اختلف يعني زي ما كان الان دلوقتي مثلا داروك دا اللي هو اه او اه او او يعني الان شكل تاني غير ذا اه ده جيسون جيسون مور مم. مم. اختلف فعلا الموضوع زمان كان نحيف بالضبط. و... بالظبط دلوقتي ماسلز و... انت حريص على ده يعني بتقضي قد ايه في الجيم تقريبا انا بقضي قد ايه في الجيم بلعب جيم خمس ست ايام في الاسبوع مثلا والبوكسنج ثلاث مرات في الاسبوع عندنا فيديو اتفرج عليه معاك تعال نشوف ده هنا بوكسنج هنا هنا ده بوكسنج وكيك بوكسنج كيك بوكسنج وده بوكسنج حريص يا احمد انك انت تتدرب صح وتلعب. اه اه دي حياتي م. بودي بيلدينجز وباك ليه هل ده هل هل ده اصبح من ضمن الحاجات المطلوبه للنجم في الاعمال الدراما الاكشنز بالذات والحاجات دي مثلا وانا مش بعملها عشان عشان التمثيل م. يعني بعملها هي يعني كنا بتفيدني في التمثيل فدي ده تمام بس انا مش بعملها بهدف التمثيل لو عملتها بهدف التمثيل مش يعني مش كم ساعه عليها. في اليوم تدريب الجيم مثلا بيبقى ساعه ونص ساعتين مثلا والبوكسينج بيبقى زيه برضه نفس الموضوع يعني ف وغير ان انا بلعب بلعب تانية فبس عشان التصوير فبوزع بس هو الاساسي بيبقى بوكسنج وجيم يعني. بس بس فالاخر مش بلعبها عشان عشان ان انا امثل وكده لان انت لو بتلعب حاجه عشان تمثل عمرك فيها مش هيبقى طويل لان انت بتحبها مش بتحبها هي انت بتحب عشان توصل لحاجه معينه في التمثيل فاهم قصدي؟ غير لما يكون هو ده اللايف ستايل بتاعك هيكون ممثل او مش ممثل انا مش هبطل الحاجات دي م. بس انا قصدي ان هل اصبح من مقاومات الجام بريمير النهارده او الجان ان هو يكون جسمه قوي بيلعب بوكسينج بيعمل بودي بيلدنج بيروح الجيم بيشيل حديد يعني هل يعني مثلا اشوف فيديوهات مثلا للنجم الهضبه عمرو دياب مثلا تمام وعمرو حريص جدا ان هو يعمل ساعات فيديوهات بيبين فيها ان هو بيلعب في الجيم اه وغيره من النجوم الشباب آه محمد امام شايفه مؤخرا في المسلسل الاخير عامل البروموشن بتاع المسلسل كده محمد رمضان عامل كده هل دي اصبحت مقاومات الجانب الجديد هي هو دوت الحاجه الشغل السيد دلوقتي في في الدراما او في السينما مثلا هو الاكشن فان انت تبقى م... عندك مقاومات نجم الاكشن ده مهم جدا أن انت مغ... معظم الاعمال بتبقى اكشن محمد رمضان بيعمل اكشن ومحمد امام بيعمل اكشن كوميدي مثلا وعمرو دياب هو طول عمره اصلا هو اللي دخل فكره الجيم من زمان م. يعني هو طول عمره مهتم بشكله وبصحته وبجسمه والحاجات دي الشباب يعني بيشوفوا فيك قدوه انت يعني تعمل حاجه كويسه وهم بيقلدوك فيها يعني انا اقول لحضرتك على حاجه مثلا م. ان مثلا الناس مثلا تيجي مثلا بتقلد احمد مثلا في البوكسنج انا باثر فيهم وهم كمان بيأثروا فيا بيأثروا فيا ازاي؟ ان انا انا كنت مدخن لا مدخن شاري ولا مدخن بشرب خفيف بقى اللي هو العادي بسبب الموضوع ده هو بيأثر فيا ان انا ما بقتش ادخن كتير اخاف يشوفني بسجاره يعني انا بقيت اخاف يشوفني بسجاره حاجة يتصور معايا وانا ماسك سجاره مثلا وعامل زي زمان واحنا صغيرين ومخبي السجاره كده مثلا فما بقيتش اشرب سجاير كتير وانا في مكان عام فهو ساعدني ان انا مثلا اقلل السجاير بسبب ان هو بيقلدني في الموضوع ده فانا بأثر فيه وهو بيأثر فيه اه بيتقدم مسؤوليه قصدك بشوفها ان هو يعني هو راجل ساعدني زي ما انا ساعدته مثلا ان هو بقى يقلدني في حاجه انا ساعدني ان انا ابطل طب بتفرح بفكره ان يقول لك انا عامل فورمه احمد العوضي يعني اصبحت اليومين دول الشباب اليومين دول كتير على السوشيال ميديا انا بشوفها على فكره بيتكلموا عن فورمه احمد العوضي ازاي قدرت تخلي الفورمه بتاعتك دي مثلاً اعلى للشباب بتتدرب يعني يقلدوها والله دي يعني حاجه بتفرحني بصراحه يعني ان هو يجي يقول ولد يجي يقول لي مثلا عايز اعمل فورمه فورمتك او حد بيكتب على الفيسبوك مثلا ان عايز اعمل فورمه زي دي حاجه ما هو التمرين بص التمرين تب... البنات والشباب بينبهروا جدا بالعضلات دلوقتي وتقول لك تم... البنات تم... مواصفات الزوج او الشخص اللي هي هترتبط بيه تقول لك انا عايزاه يبقى آ... عضلات وكذا وكذا وماسلز و زي ما احنا بنفكر يعني احنا احنا كرجاله مثلا بنحب مثلا الست اللي جسمها حلو هما بيحبوا الراجل اللي جسمه كويس ده عادي طبيعه بشريه يعني العين بتحب اي كل شيء جميل يعني بس ف, ف... فده طبيعي، انا بقى بس الفورم عشان الواحد بيضيع بس العضلات ليها عمر برضو ولا ايه؟ اه طبعا طبعا العضلات ليها عمر والجمال ليه عمر يعني هو الواحد ما بيختارش حد عشان مش هتختار حد عشان عضلاته بس يعني امم لو بتفكر كده لو انت كممثل هتختار هتعمل ادوار تانية غير ادوار مثلا بالظبط بس انت دلوقتي في مرحله هي تعلقت بيك عشان انت مثلا سي مثلا جسمك كويس مم. او او فيك حاجه هي بتحبها هي بقى بتكبر معاك ما انت بتكبر ولا انا بكبر هي بتكبر ما بتكبرش اللي بتحبني اكيد انا بكبر هي بتكبر معايا فلما تكبر معايا هتفضل حبه احمد زي ما احنا بس مثلا بتحب مثلا دكتور ايحاء الفخراني او بنحب مثلا استاذ احمد زكي احنا كبرنا معاه يعني انا شفت استاذ احمد زكي مثلا في احمد حلمي عنده عضلات خالص بس احنا حبينا احمد حلمي مش عشان عنده عضلات إحنا حبينا عشان هو كوميديان او ممثل بيعمل افلام مهمه فاحنا احنا بنحب كل حد في حاجه فاهم قصدي ايه؟ احنا حبينا احمد هنيدي وهنيدي <applause> يعني هنيدي ما عندوش عضلات بس احنا <applause> حبينا فيه إنه مخفيف خفيف حبينا السقع عشان الاكشن والجري والحاجات واللي هو قلبه ميت والحاجات دي فاحنا بنحب في كل واحد حاجه بس انا ما ينفعش دلوقتي ان انا فجاه ما بقاش عندي عضلات زي يعني بقت اداه من ادواتي حتى لو هي اللايف ستايل بتاعي بس هي بقت اداه من ادواتي اتصور انك انت بقى عندك دلوقتي من الـ من الملكه او من الادوات انك انت تعرف ترسم الشخصيه صح، اظن الخبره يعني انت عملت سينما عملت قبل كده مع السقه هروب اضطراري اظن مظبوط عملت بدل فايد مظبوط يعني م. يعني اظن بدا بقى عندك دلوقتي حاسس انك انت اتغيرت عن عن البدايه صح؟ ما هو اكيد ما هو كل يعني البني ادم الطبيعي اللي هو اللي بي كل ما بيعدي مراحل بيتعلم منها ولازم تبقى احسن لان انت لو ما تقدمتش يبقى انت ما بتعملش حاجه. ف ف وكل ده بتبقى خبرات متراكمه يعني اكيد مثلا المسلسل مثلا اللي فات احسن من المسلسل اللي قبله لو انا بطور من نفسي فالخبره بتفيد طبعا والتجارب الكتير بتقويك بت... بس برضه في نفس الوقت بتوترك اكتر يعني الاول مثلا ما كانش عندي حاجه اخاف عليها ان انا مثلا ما فيش دلوقتي لا انت عشان نجحت مثلا فانت محتاج ده ومحتاج تثبت ده محتاج تعلي على ده فدي بتبقى مسؤوليه كبيره يعني بس بدايتك كانت صعبه ولا كانت سهلة؟ لا صعبة طبعاً ليه؟ يعني آه. إيه اللي مريت بيه من صعوبات؟ هو دايماً أصل ممكن تكون الحقيقة يعني تجربة ممكن الناس آه تستفيد بيها، لأن في ناس كتير جدا بتفقد الأمل بص حضرتك أقول لحضرتك على حاجة يعني القدرة على التخيل دي أساس النجاح. أنا بتكلم كلام ممكن يبدو عميق شوية بس لا 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 بالعكس القدرة على التخيل ده أساس النجاح الحلم أه طبعاً يعني إنشتاين يقولك لك البني ادم اللي عنده التخيل اهم من المعرفه. ان الدكاتره النفسيين لما بيجوا مثلا يقول لك دايما الشخص اللي بيفكر في افكار ايجابيه بتحصل له وبيطور في حياته بعكس الشخص اللي بيفكر في افكار سلبيه، يعني طول الوقت انت بتفكر في ان انت ما 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 الناس جايه عليك وان انت مظلوم وان انت مقهور وان انت وان انت وان انت ده بيعكس على حقيقتك وبيحصل لك ده. البني ادم اللي بيتصور دايما بيشوف نفسه مثلا في حاجه كبيره او بيشوف نفسه طول الوقت مثلا شايف نفسي انا بعمل حتى لو انا مش فيها او انا اول ما مثلت فانا شايف نفسي مثلا في اللي انا فيه دلوقتي او في اللي انا عايز ابقى فيه بعد كده انت طول الوقت بتتخيل انت نفسك ده. ايه مثلا؟ محمد عليك كلاي؟ محمد عليك كلاي؟ لا ما شفتش نفس محمد علي كلاي بس شفت نفسي مش مش سلفستر شفت نفسي سلفستر الشرق اه اه شفت نفسي كده شفت نفسي كده وشفت نفسي ان كل اي حاجه حصلت لي في حياتي حقيقه انا شفتها والله العظيم مش مش ومش مش عشان انا شخص يعني عندي حاجات مش عند حد لا خالص اي حد هيعمل كده محمد علي كلاي يا فندم بمناسبه محمد علي كلاي يعني اول بطوله عالم خدها فالمذيعه بتساله بتقول له احساسك ايه دلوقتي وانت بطل العالم فقال لها انا مش اول مره ابقى بطل العالم فقالت له ازاي قال لها انا شفت نفسي بطل العالم قبل ما ابقى بطل العالم، أنا شفت شفت الحدث ده قبل ما يحصل. فقال له يعني انت كده احسن بوكسير في الـ في م. في العالم يعني، قال لها لا انا مش احسن بوكسير في العالم بس انا الوحيد اللي شفت نفسي في المكان ده. هو تخيل يعني في مثلا في مثال في طيار حربي مثلا اسمه جورج هول. م. الطيار ده في حرب فيتنام اتاخد اسير، قعدوه في سجن مظلم، انا ما بقولش الكلام ده من وحي خيال الكلام ده موجود. سجن مظلم سبع سنين. عشان ما يتجننش فكان طول السبع سنين بيعمل ايه؟ بيفكر ان هو بيلعب جولف عشان دماغه ما تعطلش وان هو بيكسب في الجولف بس وما بيعملش حاجه في حياته في السبع سنين بيفكر في الموضوع ده. هل تعلم ان هو اول ما خرج بعديها ب 10 ايام دخل بطوله جولف وخدها؟ خد مركز متقدم فيها ودي قصه حقيقيه لو حد عمل سيرش عليها يلاقيها. م. فدايما البني ادم الافكار الايجابيه هي اللي بتخليك تطلع لقدام، دايما لازم تفكر في افكار ايجابيه. يعني في مقولة بتقول لحضرتك إيه؟ راقب راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعالا وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات وراقب عاداتك لأنها ستصبح طباعا وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك فالبداية من الأفكار فكر في الصح أو في الإيجابي بتوصل بتفكر في السالب إن أنا مقهور والناس كلها بيواجهها صعوبات يعني أنا ما يواجهني صعوبات هو أنا كده مثلا يعني شلت الويل ما حضرتك واجهت صعوبات. أي حد في الدنيا واجه صعوبات. بس أنت بتاخدها إزاي؟ أنت بتاخدها إزاي؟ إن الناس جاية عليك بقى وإن أنت مقهور وإن أنت مظلوم وبتاع ونقعد نعيط؟ ولا أنا ماشي أنا بواجه صعوبات بس أنا شايف إن أنا هوصل في الحتة دي. أنت ربنا هيئك. يعني من بنستشهد بكلام الغرب. هقول لحضرتك على حاجة، في حد يسكت أنا عند حسن ظن عبدي بيه أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيراً فهو خيراً، والرسول قال تفائلوا بالخير تجدوه. أهو في ثلاث كلمات يعني. تفاقر بالخير بس يعني انت هتبقى كده واسع على ده ربنا هي عي... انت اديتني شحنه ايجابيه جدا والله اديتني يعني بوزيتيف انرجي طب شايف نفسك كمان 10 سنين فين ان شاء الله اتمنى اشوف نفسي في المكان اللي انا نفسي ابقى فيه يعني ان يعني انا ابقى احقق حاجه مثلا في 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 شغلي محبش. يعني شايف يعني عايز تشوف نفسك مين يعني نور مين. الشريف اللي قدمك احمد زكي لا دول اساتذتي ودول اساتذه كبار احب اشوف يعني من حقك مفيش حد بيتكرر مفيش حد بيتكرر صحيح مفيش مفيش نور شريف تاني هيجي مفيش احمد زكي تاني هيجي مفيش ملو براندو هيجي مفيش حد بيتكرر احب اشوف نفسي شخص ناجح وشخص الناس بتقلده في في الحاجه الكويسه يعني ابقى قدوه كويسه للناس ما هو انا بقيت قدوه كويسه للناس ده 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 اهم حاجه في الدنيا الناس تقلدك بس يعني الناس تشوفك ايدول فتقلدك فده نجاح كبير جدا. في مشهد هنشوفه مع بعض يلا كده نرجع نتكلم. اتفضل انا مش عامل فيك اي حاجه. انا فعلا مش شايف فيك اسم. انت طالب. يلا. مشهد رائع حلو قوي رد فعلك طبيعي وهاير ايه اللي ممكن يفركش بقى بين الحب بين الاثنين؟ اللي يفركش الزواج <applause> بين الاثنين في علاقة حب يعني؟ امم كذا حاجة بس هو ممكن مثلا نقول العند مثلا ممكن يبوظ علاقة عدم التقدير انك تدخل طرف ثالث في الموضوع ده يبوظ العلاقة برضه المشهد معمول باداء تلقائي جدا على فكره يعني لو لو في حد في الواقع بيعمل بيعمل المشهد ده هيعمله كده في الواقع يعني ما اقدرش اقول ان في اوفر اكتنج وما اقدرش اقول ان في تصنع وما اقدرش اقول ان في تمثيل يعني اشتغلت على نفسك ازاي؟ <applause> بتفرج كتير القرايه برضو بت... بتوسع المدارك ولا ده حصل معاك؟ حصل معانا؟ أه؟ لا طبعا مفيش كلام لا طبعا حصلش طبعا لا ما حصلش لا ما حصلش طبعا مش عشان مش 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 من الانا بس هو انا مش هختار اللي هو عمله ده يعني انا مش 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 هعمل اللي هو عمله ده اولا وانا مش هختار البنت دي بس فانا الاختيار ده اهم حاجه في الحياه سواء شركه حياتك او شغلك او أو أي حاجة في الدنيا الاختيار ده هو اللي بيوديك تختار مين وتختار ازاي؟ اختار شريك حياتك هتختارها ازاي؟ تختارها بقى على حسب دماغ كل واحد ماشية ازاي؟ كل واحد بيختار على حسب يعني إيه مواصفاتها؟ أول حاجة إن احنا نكون بنحب بعض، يعني أنا أكون بحبها وهي بتحبني وإنها تكون من بيت كويس مواصفاتها إيه؟ شكلاً ولا ولا شخصية؟ الاتنين يعني شخصية تكون بنت يعني عارفة يعني تتعامل مع راجل يعني. وان هي تكون بتقدر الراجل بتحترم الراجل وده هتلاقيه في بيتها لان البنت بتاخد من بيتها فانت بتختار بيت مش معنى ان هو يبقى بيت ناس بتفهمها غلط بصوا للمظاهر ان هو بيت يبقى غني وبيت يبقى والدها مثلا حد كويس فيبقى هي كويس ممكن يبقى راجل غلبان بس بس, بس فيها فتطلع فت... تشوف مراتها بتعامل باباها ازاي زي... فتعامل الراجل هيخش حاجه كده فهو الموضوع مش شكل وان انت تخش تشوف واحده شكلها حلو فانا عايز أ... انا بحبك وعايز أ... عايز ارتبط بيك يعني لا الموضوع اعمق من كده يعني شرقي السيد شويه شويه مم. شويه في ناس كتير بتزعل الكلام ده بقى. <applause> على كل حاجة بس أنا ما رضيتش أعمل كده اخترت إن أنا أجي لك وأدي لك فرصة إنك تساعدني دي الفرصة الوحيدة قدامك إنك تحسن صورتك قدامنا وتشيل من عليك المسؤولية طب أديني حكيت لك على كل حاجة ساعة الباشا قول لي بقى أحلها إزاي واحدة واحدة هنبتدي بموضوع قمر مراتك كانت مراتي كانت كانت مراتك أنت متأكد إن أحمد عبد العزيز هو اللي خطفها؟ مفيش كلام يا باشا، هتكون راحت فين يعني؟ ايوه بس دي حاجه احنا ما نقدرش نثبتها يعني ما ينفعش اروح اتهم بحاجه انا معيش دليل عليها. اه. ولو عملنا كده جايز يخلص منك. يبقى الحل ايه؟ اللي انا اقدر اوعدك بيه ان احنا ندور عليها ونحاول نحدد مكانها وما تخافش. احنا معنا كارت في ايدينا يعني. هما هيحاولوا يوصلوا للحاجه اللي انت سرقتها منهم لحد ما يوصلوا لها اتاكد ان هما مش هيعملوا ولا حاجه. ايوه سعاده الباشا بس انا انا ما اعرفش قمر خبت الحاجه فين. ولو اعرف اديها لمين؟ اديها لنا. ركز معايا يا محسن ركز وفتح دماغك الكلام اللي انت بتقوله انه موجود على العرض ده لو صحيح هيبقى دليل اتهام ضد احمد وشوقي ناس كتير احنا كداخليه مش عارفين نوصل لهم يعني اول ما تلاقي العرضات تجيبها لنا فاهم طب وامي وبنتي مش هيحصل لهم حاجه انا في ظهرك لا اسيبك ولا هسيبهم بس انت لازم تساعدني عشان اعرف اساعدك لو ما ساعدتنيش انا مش هنفعك واحد زي احمد عبد العزيز لو خد اللي هو عايزه منك لا هيسيبك لا انت ولا عمر خدت نفسك مكانه يعني لو حد عرف اسرارك مش جايز يكون عمل نسخه منها هيخاطر هو بقى ويسيبك لا اكيد لا العرضات دي لازم تجيبها لي تتشقلب انا ما اعرفش ازاي العرضات دي لو معايا انا هعرف اعمل ايه وازاي وامتى ساعتها لا انت ولا اي حد من طرفك حد يعرف إزيه قلت ايه زي. شوفوا يا محسن احنا مش عايزين نملى في الفاضي معايا ولا مش معايا معاك معاك يا سعاده الباشا في صوره الواحدة كانت منتشره على السوشيال ميديا قالوا انها خطيبتك انتشرت وانت علقت عليها تعليق محترم قوي عصار اعجاب الناس احكي لي حكايه الصوره دي وهل انت خاطب دلوقتي ولا لا اه ده البوست اللي انا كتبته التعليق اللي انت كتبته اه طيب مبدئيا يعني اه بس آه. هو كان عنيف شويه البوست ده فبس تمام يعني طيب مبدئيا كده صور الخطوبه اللي غرقت الفيسبوك امبارح دي من سنه ونص. تاني حاجه انا كنت خاطب وزي اي علاقه في الدنيا انا شلت الصوره على فكره ما حطيتهاش تمام احتراما للشخص الاخر يعني وكل حاجه اسمها نصيب. تالت حاجه انا كنت خاطب واحده لو قعدت اقول عملت ايه عشاني من هنا لسنين قدام مش هيكفي فهي واهلها يفضلوا دايما على راسي. رابع حاجه كل الرجاله اللي اتكلموا في حقي كلمه حلوه او حتى انتقدوني لشخص على راسي الناس الناس اللي حلوت بقى واتكلموا كمل انت بقى ده خلاص بقى مسامح كريم في فستان خطوبه منقول من فوق مقفول من فوق وكانوا متخيلين انا هلبسها عبايه ونظروا على بنت محترمه علشان ونظروا على بنت محترمه علشان يضربوا فيا انا يضربوا فيا انا خلاص بقى لا خلاص خلاص, خلاص فانت خلاص لو كان ابوك تعب شويه انه يعلمك ان الحريم خط احمر وانك لما تحب تضرب في راجل يبقى منك ليه لو كان علمك كده كان زمانك فاهم في الاصول فانسى بقى اني ممثل والكلام ده لا انا في الاول وفي الاخر منكم يعني واحد يعني وارد تقابلني في اي مكان انا مش عايش في النمسا فاعمل حسابك اني إن اخط في سيره ناس مني واسترجل كده وسيبك بقى من جو حرفين هتكتبهم وقلبك ميت عشان ساعة الجد الموضوع بيختلف. محروق من حاجة يسأل أنا بروح في إيه وتعالى قول لي أنت وأنت 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 عادي بس عادي اعمل فيها تعمل فيها إيه؟ جريندايزر جريندايزر جرين دايزر علي فيسبوك لما تخطب يا حلو ابقى لبسها عباية في الخطوبة أو خبيها أقول لك ابقى لبسها بدل عشان أنت راجل يا مني يا جامد عشان مني أرجل مني يا جامد آخر حاجة مم. لا هو الموضوع كله في ان في في ان انا في موضوع الستات يعني ده ان هو تبقى في ست في حياتي يعني انا الموضوع ده في في قفل شويه فما بركزش في ان انا ممثل والكلام ده انا ما بتعاملش ان انا كممثل انا ما بتعاملش ان انا ممثل يعني ايه ممثل؟ يعني ايه ممثل؟ بني ادم بياكل وبيشرب عادي زينا زي زي زيك زي اي حد فما تكتفنيش وتقول لي بقى انت ممثل ولا فيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها كده انا دلوقتي معايا بنت عد معايا او كانت معايا او قعدت في الشارع اللي انا فيه اللي هو شارع حياتي مثلا يعني مفيش حد يجيب سيرتها يجيب سيرتها ليه يجيب سيرتها ليه انا دلوقتي طلعت قلت كلمتين مش عاجبينك تجيب صوره بقى وتكتب عليها كلمتين وبت... ليه بقى بتعمل كده <مم> طب انت هل تجرؤ ان يعني انت تيجي قدامي وش لوش وتقول لي الكلمتين دول ما تجرؤش طب تعملها ليه من ورايا على الفيسبوك مش رجوله ومش رجوله ان انا لما أضايق من راجل اغلط في واحده في حياته او كانت في حياته صحيح دي مش رجوله دي مش اصول مفيش حد بي... انا متخانق مع واحد اتخانق معاه هو ما اتخانقش معاه واضرب في ست هو يعرفها يعني دي مش مرجله يعني فده الموضوع ده ضايقني جدا يعني و... 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 وبنت آ... الست دي او لسه ال... آه. دي كانت تجربه حب في حياتك فعلا اه طبعا طبعا وكانت و... خطيبتي و... والصور اللي هم عرضوها دي الصور دي من سنة ونص الناس كانت افتكرت ان انا خطبت امبارح. فأنا وضحت ان الصور دي صور خطوبه بس من سنة ونص فانت تجيب صور من سنة ونص تتكلم عليها عشان انا قلت ايه عشان انا قلت ان انا ممكن اقفش مثلا على على بنت انا مرتبط بيها بسبب لبسها. م. وقلت برضو لان انا ببقى عارف انا قلت ايه انا مش بقول كلام وارجع فيه سؤال شخصي وممكن م. ما جاوبش عليه ممكن اعرف اسباب الفركشه ايه ولا لا مش. اسمه نصيب عادي يعني آه. اسمه مش مش لازم انا فركش عشان انا وحش او هي وحشه لا خالص ما اسمه نصيب. مش اكتر يعني بس لكن هي واحده وقفت جنبي وواحده دخلت حياتي وانا وهي وقالها فعلا وقفوا جنبي كتير يعني فليه انت تغلط وحتى لو ما وقفوش جنبي مم. يعني حتى لو ما وقفوش جنبي غيره؟ انت ما... ايه ده اللي حصل؟ غيره؟ هي بتغير عليا وانا آه. بغير عليها؟ لا والله مش كده الموضوع اسمه ونصيب فعلا مم. مش موضوع غيره انت شخص غيور في حد ذاتك؟ اه انا شخص غيور جدا طبعا. اه طبعا غير جدا يعني اه جدا بس ده ي... في تعارض بين شويه بين الثقه في النفس لا ما مفي مين قال الكلام ده مين قال الكلام ده لا اللي بيقول الكلام ده اي كلام مم. انا بغير على اللي م... على... عليها لانها مني فمحدش يوصلها محدش طب كتير. ايه اللقاءات او ايه الممنوعات في اي بنت بالنسبه لك يعني ايه مش فاهم يعني ايه الحاجات اللي انت مش عايزها في البنت اللي تعرفها او ترتبط بيها في لقات لا كذا ولا كذا تمام انا هجاوب بس أنا ارجع بس للحتة دي انا ما بغيرش آه من تصرفاتها آه. انا بغير عليها حبا فيها اه مش بشك فيها في فرق اصل في فرق كبير قوي من ان انا اغير وان أنت انا اشك انا بغير انا ما حدش يزعق لها ما حدش يكلمها يقول لها كلمه حلوه غيري يعني انا زعق وانا اللي اقول الكلام حلو وانا اللي صالح وانا اللي اعمل كل حاجه مين انت عشان تقول يعني انت لما غير ممكن تتخانق ده ما اعمل ايه لو متغير ممكن تتخانق اه طبعا اتخانق اه يعني طبعا. مثلا لو هي قاعده معاك كده وراحت باصه كده لقيت بصت لحد مثلا كده بصت لا الكلام بص مش هيحصل مش هيحصل مش هيحصل مفيش الكلام ده ازاي بص لها اه دي مشكله بقى هو هي مش هتبص آه. يعني مش برضه عشان انا لا بس هي بص ازاي يعني لا مفيش هو هو بص لا ما اظنش ان هو هيجرؤ يعمل كده طب وانا مش حاسبك على ماشي مش حاسبك طب بص النظره الاولى ليك النظره <applause> والثانيه عليك فاهم هسيبك اول مره فاهم بس الثانيه مره بقى لو خلاص طيب انت بعد خلاص فسخت الخطوبه دلوقتي انت مرتبط عاطفيا؟ لا لا. لا. <applause> لا, يعني إيه لا, <applause> لا 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 والله <applause> يعني ايه لا بس لا اصل لي وبتاع ف لا 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 لازم ابص لك ماشي تمام امم لما اجي مشروع جواز دلوقتي اه شويه كده ما بتحبش بقى يعني عايز تركز في شغلك بس ما هو انت مش بايدك يعني انا ما بكررش اقول انا احب ولا ما بحبش يعني لو 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 هي بتيجي كده مم. هي بتيجي كده بس انت مش بتقرر يعني مش بالقرار ان انا احب فانا احب مم. او ان انا هتجوز فانا هتجوز هي بتيجي كده بس ممكن ترتبط فنانه إن في الوسط الفني؟ اه المشكله اه عادي بيقولوا ساعات العلاقات اللي هي بيبقى بين فنانين متجوزين من, من, داخل الوسط بيبقى دايماً بتبقى دايما بتبوق بالفشل في الاخر نتيجه الغيره نتيجه ال ان ممكن يكون في حد عمل دور والتاني عمل اكبر منه حاجة يعني الاهتمام بيبقى اقل يعني في تجارب كتيره لم تنجح في الوسط الفني انت شايف ان ممكن تتجوز واحده فنانه وتنجح؟ اه المشكله يعني ما هو الفنانه دي ما بني انسانه يعني ما دام هي دماغها راكبه على دماغي وتصرفاتها مناسبه لتصرفاتي وعيشتها مناسبه لعيشتي اه دي المشكله يعني ما هي بني ادمه جالها دور مثلا في مشهد فيه قبلات او في ده ما الكلام ده ما فيش و... ده مفيش الكلام ده مش هيحصل الكلام ده لا ما فيش الكلام ده مش هيحصل مش هيحصل مستحيل مم. ف... مم. مش هتسمح بده اه طبعا امم طب لو هي قالت لك لا ده دوري ومستقبلي و ما نرجع بقى الكلمه انت اخترت اخترت ايه بقى انت اخترت قصدك اه. ان في اساس انت اخترت اه طبعا البداية. اخترت على اساس معين وانا مش اخترت على اساس ده خلاص طب ال ال البدايات لما بتبقى صح بتريح يعني انا دلوقتي مثلا ما بحبش مثلا البنت سي مثلا بتعمل حاجه الفلانيه مش هروح بقى انا للبنت اللي بتعمل الحاجه اللي بتضايقني واروح اقول انا بحبك فاهم قصدي فانا قبل ما اقول بحبك فانا قعدت معاها وكلمنا بعض فرتحنا ففف... لبعض فلقيتها مناسبه للشخصيه بتاعتي مم. وهي لقيتني مناسب للشخصيه بتاعتها فهنا بيحصل الـ الكونتاكت بالظبط لكن انت الناس اللي بتخش تقرر انا عايز احبك عشان انت مبهور بحاجه معينه او انا بحبك عشان مبهور بحاجه معينه هي دي بدايات الغلط مم. طب هل انت عندك لقات بالنسبه لك انت يعني مت... ما عملش كذا ما عملش كذا ما اعملش كذا لو جالي انا لو ما آه. في ال... في ال... في, ال... في الدراما لا. لا انا ما اعملش حاجه انا ما اعملش اي حاجه اغل منها بعد كده زي ايه اي حاجه اغل منها يعني ما اعملش اي دور اغل منه ما اعملش اي دور الناس ت... ت... تبص لي بصه مش كويسه بعديها تمثيل لا ما فيش حاجه اسمها كده ما فيش حاجه اسمها كده ماشي تمثيل غير غير يعمله انا ما يعني جالك دور احسن واحد من مخدرات ده ده قصه تانية أه؟ بس ده مش مش ما... ده مدمن جالك دور في بوسه حبوس واحد مش حبوس مش هبوس لا مش حبوس لا مش حبوس لا مش حبوس لان انا ما في في عيله بتتفرج ف ف دي دماغي يعني مش معنى كده ان اللي بيعمل كده وحش مم. البعض بيعتبر ده فن ويقول لك عادي بالظبط هو حقه يعني مم. انا مش 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 بعيب في الشخص ده كل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد وجهه نظره صح من وجهه نظره هو فهو ممكن يشوف ان انا غلط وممكن يشوف انا غلط بس كل واحد بقى حر في دماغه انا ما عملتش كده طبعا لا ما بصش يعني انت بتقول للمخرجين انا مش همثل اي فيلم او مسلسل فيه بوس لا مش هبوس طبعا مش هبوس مش لا لكن مدمن انت بتناقش قضيه معينه طالع مدمن مش بحببك في المخدرات انا طالع مدمن وهتشوف ده هيحصل له ايه في الاخر يعني مش مدمن وفي الاخر المسلسل مثلا ياخد جائزه نوبل لا. اكيد مش هيبقى كده اكيد بقى هيموت اكيد بقى هيدمر اكيد فانا بوصلك لك رساله معينه لكن البوسه دي اللي انا هبوسها في السينما مثلا مستهلي انا بوصل لك ايه انت كمتفرج علمتك ايه لو جالك مشهد ساخن مش هعمل الحاجات دي سرير مش ه... لا لا طبعا مش هعمل الحاجات دي لا طبعا ما اعملش الكلام ده لا أقول بقول لحضرتك انا بقيت اخفف السجاير عشان بيجي ولد صغير مثلا عاوز يجي الجيم بسبب احمد او بيلعب بوكس بسبب احمد ده مش هيحجمك شويه في الاعمال يا احمد يعني ممكن يخلي حجم الاعمال المعروضه عليك اقل لانك انت عندك لئات على فكره الكلام ده ممكن اسمعه ممثله مثلا عندها التزام لكن اول مره اسمعه من فنان الحقيقه آه الحقيقه سمعته منك وسمعته من حد تاني من يوسف الشريف قبل كده آه فاحمر معايا برضه اه لا انا مع م... يعني اصلا هقول لحضرتك على حاجه انا دايما ماشي بمبدا كل حاجه يبقى لها مبرر انا لازم أق... انا كاحمد اقتنع بيه فانا دلوقتي طلعت في فيلم بوست طب انا بوست ليه؟ بينك انا بحبها؟ طب ما انا ممكن خلاص ما احنا قابلنا بعض وحضنا بعض بقى انت وصل لك الموضوع ليها سرير بقى وقصه بقى عملنا حكايه احنا بقى ليه؟ ليه؟ ولا ليها لازمه؟ وبعدين ممكن يبقى ليها لازمه بالنسبه لمخرج وممثل تاني مش بتفه من حد انا بالنسبه لي مش هعمل الكلام ده. أنا, انا 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 قررت امثل ومشيت في طريق الناس حبتني فيه انا هكمل فيه. فانا مثلا لو حد متأثر بيا انا مش, 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 مش هعمل كده انا مش هطلع انا بالمنظر ده فده في ادوار ما طبعا طيب خلينا نشوف مشهد ليك رومانسي لطيف شويه. ما هو طول عمره بيكذب عليكي اصلا هو راجل كذاب كذاب وحقير بس كويس بس كويس مين ده اللي كويس؟ ايه النفاق اللي انت فيه ده؟ مين ده اللي كويس؟ بس انت بتقول اولا ده كذاب واناني وحقير وواطي وابن 60 في 70 بس انا بحبه ومش عارفه اخد قرار. انا هاخد لك القرار. هل من انت هنا من امتى؟ من ساعة 60 في 70 سافر فعلا؟ فعلا انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ طبيعي؟ ايه ده ايه ده ممكن إذا بس لازم تسمعيني؟ ممكن تسمعيني؟ ممكن تسمعيني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا ما تعملش كده ما تعملش كده انا فعلا سافر وعطور وواحد كذاب وبودي سكين في الزباين وكل الحاجات اللي في الدنيا. انا جاي النهارده عشان اقول لك قدام الناس دي كلها انا اسف عارف عليا وعمري ما غلطت عليك تاني وانت عشان انا بحبك. بس. انت بتعمل كده قدام الناس؟ اه. انت عايز بقى ثواني انت حضنت يا عم اهو لا ده انت حضنت يا عم لا 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 ده حضن بريء ده انت ممكن تتجوز واحده بالطريقه دي؟ يعني تركع لها كده؟ انا يا احمد؟ ها؟ أه؟ ها؟ لا مش هعمل كده ما تعملش كده لا لا اعملش كده دا. انت بتطفش البنات كده يا احمد لا مش بطفش انا بتكلم بطبيعتي ليه 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 قد حاجه مش فيا يعني ليه دا... هو انا مثلا لما باجي اتكلم ببقى قاصد مين يحبني ومين ما بيحبنيش؟ لا انا بتكلم بطبيعتي <تصفيق> يعني <تصفيق> انا حاسه بقوله فانا ما اعملش كده يعني ليه اقعد انزل مش مش تقليلا منها بس يعني ما خلاص انا كلمتها طب هتقول لها ايه بس هتعمل ايه بس هصالحها بقى انا اشوف انا مزعلها في او واصالحها يعني مثلا سبتها فانا هصالحها و لكن تنزل على الركبه دي اه انزل على الركبه بقى ولا ولبسها دبله والحاجات دي يعني مش م... 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 مش شخصيتي يعني بترد بيه على الناس اللي بعضهم يقول لك احمد ده تنك شويه عند مغرور شويه والايه يس... ثقه ممكن تكون ثقه يعني بس م... ما مغرور دي يعني انا ايه انا بتعالى على الناس مم. انا متعالىش على حد انا ما فيش ما... ما خالص والله على الله يعني فيعني اتعالى ليه يعني ايه اللي خلاني اتعالى على حد دي كلمه كبيره الكبر ده الكبر ده ما يعني دي صفه سئيه جدا مش مش صفه حلوه يعني ما هو الكبر من هو الغرور يعني اتغر على حد دي كلمه كبيره فالناس بت... بتقولها سهلة أنا ما في يعني في مقولة تقول لك لا تكن مغرورا فتندم ولا تكن واثقا فتصدم يعني الثقة الغو... المطلقة دي ممكن تصدمك. للي... طبعا الغرور المطلق ده يندمك لكن حلو إن الإنسان يبقى عنده ثقة في اعتزاز نا... بذاته أو ثقة في نفسه دي مش عيب يعني مش عيب ليه أنا يعني أنت عايزني أنت عايز أعمل لك إيه؟ أنت ليك عندي تعامل إن أنا بتعامل معاك كويس بتامني اي حاجه بتتكلم فيها بسمعك لكن إيه عايز نعمل ايه؟ مو في برضو واحد يقولك مثلاً ما هو في برضه واحد يقول لك مثلا انا ما بضحكش كتير انا ما بضحكش كتير ما هو ده حقيقي إيه من كثر مزاحه قلت هيبته هقعد اضحك عمال على بطال ليه؟ يعني ايه اللي يخليني اضحك عمال على بطال؟ لما بيبقى في موقف يستدعي الضحك نضحك موقف ان احنا دلوقتي بنتكلم بجد هضحك ليه؟ فاهم قصدي؟ بس فهي ناس بس وانا مش تنك والله ولا حاجه يعني انا مش م... انا ما اقدرش اقول انا مش فاهم طيب اه بس يعني <applause> شوف <ها. تصفيق> الصوره دي طيب يا لله. اه كلاي البطل ده مثلك الاعلى زي ما قلت لي كلاي حلم بالمستحيل وقدر يحققه زي ما بالزبط. قلنا صح؟ بالظبط اه حلم. طبعا حلمك الكبير ايه بقى انت؟ ان انا ساعتي تبقى كويسه وان انا ابقى ناجح في شغلي و وين يعني اللي بيحبني يفضل يحبني مين شخصيات اثرت في حياتك في بيتك والدك والدتك والدي والدي انا والدتي توفت وانا صغير ف ف كان, كان عندي عشر سنين كان عندي 10 سنين فوالدي هو أثر واحد اثر الشعور بالشعور باليوت ما كان شيء مؤلم في حياتي يعني ما 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 حسيتش بيه قوي لان انا والدي كان معوضني شويه وعوضني كتير برضو وبعدين انا داي... كنت قريب دايما من 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 اهل امي من خالاتي وكده فكان الموضوع مش حاسه قوي كنت صغير لكن ساعات كنت بتفتقد طبعا دور الام في حياتك يعني عشان ما نبقى نبقى صرعيين يعني الام لا يعوض اي حاجة بالظبط اه بس هو خلاني او خلي بالك بالك برضو ان انت تربيت راجل ده خلى الواحد شويه كان بيضربك؟ ناشف اه ما في حد ما ضربش طبعا كنت بتضرب انت بتضرب اه جزء اه شيء جدا كنت شيء جدا يعني ما فيش حد ما ضربش هو أه ده اللي بتكلم فيه يعني ممثل بقى عشان ممثل اطلع اقول لك ما كنتش بتضرب لا بتضرب عادي اه عادي بض... بعمل اللي كل الناس بتعمله وستيل بعمل الناس يعني انا لما بجوع دلوقتي وببقى مثلا عايز اكل عربيه فول بنزل اكل عربيه فول عادي ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ف... ليه بقى انا ما ينفعش اكل عربيه فول عشان الناس وبتاع ما الناس دي تمام وكونه بيحبك دي حاجه حلوه تسعدني مش 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 هتضايقني يعني في حاجه فده بس اللي بيتكلم في الحاجات دي بنوع من اللي يعني متكبر دورنا في الحكايه لكن هو في الحاجات دي مش دايمة كون انا ان انا مشهور وان انا مثلا ناس بتحبني ده دا مش دايم ده دا مش دايم دا بتخاف من ايه بخاف من المرض يعني دي اكتر حاجه بخاف من المرض ولا الموت لا المرض مش الموت موت حقيقه كده كده هيحصل لكن مرض م... لكن المرض طبعا لان المرض بي مؤذي آه. فالمرض لا انا ما بحبه بحبش اشوف حد مريض وانت صغير كنت بتخاف من ايه خلف الاسوار في برنامج كده اسمه خلف الاسوار كان بيجي كنت كان بيوترني البرنامج لانه كان موسيقته غريبه والتقديمه بتاعته كانت غريبه فكان بيعمل لي وانا في ابتدائي اه كان ملبشني البرنامج انت في ابتدائي ساعتها خايف في كنت في ابتدائي اه بره. بتخاف من الميكروباص؟ والميكروباص بقى لا الميكروباص كان عندي مشاكل معاه لان حصل معايا موقف زمان لكن ما بخافش منه لا بحب انا ال... بحب السواقين الميكروباصات وسواقين التكاتك وبقى... يعني ما يجي يسالهم عليا بنكشهم يعني وتعامل يعني مع بعض لا بحبهم طبعا انا بحب كل الناس اللي هم ال... اللي هما اللي بيسموهم ولاد البلد يعني انا بحب الناس دي بالنسبه لي على فكره اريح من ال من الناس اللي هما بي ليه تحت دفى شويه في امان فوق برد ف... فالناس دي يعني فاهم يعني إيه؟, ايه يعني ايه يعني الناس دي اريح في التعامل انك تنزل للناس تحت ده ده اريح في التعامل الناس اللي على طبيعتها دي وبتاع فالناس دي تحس معاها كده ب... ما كلام عميق والله بقول اللي حاسه بس الناس دي تحس معاها بدفع يعني كده انت مش عايز تبقى غني مثلا؟ لا ابقى غني ايه المشكله؟ بس بس افضل بشخصيتي يعني ايه المشكله الغنى يعني الغنى ده من عند ربنا ابقى غني بس انا بس افضل بشخصيتي يعني لما عاوز حاجه اعملها ويبقوا اصحابي هم اصحابي نقطة ضعفك ايه؟ نقطة ضعفي اهلي اهلي, أهلي, أهلي لا انا تمام يعني انا 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 ما بخافش من حاجه انا حقيقي ما بخافش من حاجه شخص ما بخافش يعني ما عنديش نقطه ضعف نقطه ضعف يا اهلي ان انا مثلا حد من اهلي يتعب مثلا طب وليه اهلك نقطه ضعف؟ عشان ما بخاف عليهم ما يعني بحبش ابويا يتعب مثلا ما بحبش اخويا يتعب ما أحبش اخويا يشوفه متضايق ما بحبش ابويا يشوفه متضايق لكن انا اضرب نحب حالي بقى انا لما أضايق اعرف اداوي نفسي لو حد ضايقني اعرف اتعامل معاه لكن انا ما بخافش يعني, يعني لما تحب تعيط بتعيط قدام مين؟ بحب اعيط قدام مين؟ وما تقوليش انك انت ما بتعيطش. لا ما فيش ما فيش حد ما بيعيطش. بيقول كده بيمثل. يعني دي صفه ربنا خلقنا بيها. صحيح فطره يعني. بتعيط ده في حضن مين؟ لا مش بل... مش لازم في حضن حد يعني خل... مش لازم في حضن حد ممكن اعيط مع نفسي عادي. ما فيش حد صاحبك قريب ممكن تقعد تعيط قدامه وتفضفض لا. لا لا كله صحابي قريبين بس مش هقدر ان اعيط يعني الصراعات دي جي... ان انا قدام حد دي كبيره. يعني قدام حد دي كبيره. طب ايه الحاجة اللي حصلت وخلتك تعيط؟ لا في مرة مثلا كنت انا حاسس ان انا كنت عايز مثلا حاجة في, في الشغل مثلا وما جاتليش. فحسيت ان انا يعني م... فاشل؟ لا مش فاشل، ما انا لسه كنت بقول ان انا عمري ما بفكر في الأفكار السلبية. مش عايش في نظره المؤامره يعني م. بس حسيت اللي هو يعني طب ليه ما جاتليش فاهم الاحساس ده وانا كنت عايزها وبتاع فانا فا 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 بعيط عيطت عشان كده يعني بس امي انا كنت صغير فمش مش مش هحسب يعني الكلام ده يعني كنت صغير طفل صغير فما مدرك يعني اكيد كنت هعيط اي حاجه حصلت لي كنت هعيط بس بس اكيد انا ولما انتيمي مات أنتيمي, انتيمي اه محمد رحمه لما لما سمعت خبر وفاته عيطت انا كنت بحبه جدا يعني بس بتحب الاطفال اه انا بحب الاطفال جدا في صوره لطيفه ليك عندنا نشوفها اه تيا. مين البنوته الجميله دي دي بنت كريم كريم ده صاحبي صاحبي ودنيا ودنيا صاحبتي كريم مدير التصوير بتاع لاخر نفس مم. كريم اشرف ودنيا عبد المعبود ستايلست لاخر نفس ودي دي بقى مم. قلبي يعني انا أنت بحبها جدا صورتها عندك على اه اكتر طفله انا بحبها حقيقي حقيقي بحبها جدا بتحب الاطفال شايف انك انت ممكن تكون اب ورب اسره كويس اه عشان انا ابويا كان كويس معانا فانا هطلع كويس مع اولادي انا شفت اللي بيشوف حاجه في بيته بي بي بيطلع يعملها مع اولاده يعني اه هبقى اعتقد ان انا هبقى كويس مع اولادي يعني هتربيهم عليا على صفات أه لو بنت ولا 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 راجل الاثنين بس يعني بتختلف شويه يعني لو جات لك بنت هتطلع عيني لا هسيبها لمامتها يعني مامتها تربيها بقى فاهم بس دايما البنت بتبقى يعني الراجل بيبقى ضعيف قدام بنته يعني لكن الولد ممكن اشد عليه الولد لا لا الولد علمه ان ان الراجل ما يرجعش في كلمته مثلا ان هو ما يكذبش ان هو ما, يخافش من حد وان هو بقى قوي, قوي يعني شخص قوي بس علمه كده من هو صغير يعني ما هو انت الـ الـ الولد وهو صغير بيطلع اول حد بيشرب منه ابوه. ابوه. فهو لو عجبه كاركتر ابوه بيبقى عايز يقلده. فانت بقى يا تاخده في الحته يقلدك في الصح يا اما يقلدك في الغلط. فكله من عند الاب. يعني حتى الولد لما بي... بينحرف في مشكله لازم يبقى في مشكله في البيت. صحيح. بس. مين النجمه اللي كانت في أح... احلامك؟ ده كتير قوي. يعني قول يعني مثلا سعاد حسني امم وهند رستم امم ونورا طبعا نورا اه نورا في قصه كبيره يعني عشان دور رؤى يعني بس فانا بحب عشان رؤى اه طبعا لا رؤى ووو تحب انت تتجوز واحده زي رؤى كده اه ده حقيقي بحب كده اللي تهننك دي وتدلعك والله يعني آه تمام اه بس انا سيدي. بحب السيد انت بح السيد انا بحب الكاركتر بتاع نوره ده جدا والله يعني. طب وفي الجيل الجديد مين فتت احلامك من النجمات؟ في الجيل الجديد اللي هو مين؟ لا جيل الليش. يعني جيل الشباب بس هم زمايلي فانا مش هعرف احكم عشان انا ما... دلوقتي جوه لا انا اصلا جوه اه فمش هعرف مش مش هعرف احكم كلهم زمايلي لكن هم عشان انا ما شفتهمش او ما تعاملتش معاهم فمن اه بالظبط كنت بتعامل معاهم كجمهور يعني بس جيبة دبلوماسيه جدا جدا الحقيقه صح عجبتك, عجبتك عجبتك آه. بس نفسك تعمل دور صعيدي مثلا؟ اه نفسي نفسي اعمل دور صعيدي اه يعني حاسس ان انا هعمله يعمل يلا اعملنا يل صعيدي يلا لا اعمل صعيدي ازاي دلوقتي؟ لا مع آه <تصفيق> <تصفيق> ما لازم احضر له بقى أوه. لا اعمل صعيدي يعني انا بحب دايما بحب فيلم الهروب بتاع استاذ احمد زكي اكتر آه. فيلم انا اثرت فيا خلتني احب التمثيل يعني مم. وبحب دور ممدوح عبد العليم الله يرحمه استاذ ممدوح عبد العليم في في ضوء الشارد في ضوء الشارد انا بحب ال طب تعالى اوريك حد من عمل صعيدي كان لطيف قوي اوكي ده كان انتاج ده الفيلم ده على فكره تعال نشوف عايز اسمعك تتكلم صعيدي ازاي؟ اعمل ايه؟ تتكلم صعيدي ازاي؟ عمر الشريف والله ما اعرف لسه اصل انا يعني مش م مش م م انا مش بحب اعمل صعيدي عشان انا بعرف اكلم صعيدي ما ساعتها انا هتعلمه اه يعني ما تحب تغني سعيدي؟ اغني لا ما غنيش انا صوتي هي ما وحش قوي في ده صوتي يغني يعني ساعات تقعد تدندن كده مثلا لا خالص ما انا ما بغنيش اصلا انا ما بغنيش انا بسمع كويس لكن عمري ما غنيت والله عمري ما غنيت خالص لا 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 خالص خالص ماليش انا في الموضوع ده يعني لو سمعتك اغنيه صعيدي كده ما تغنيش معاها تدندن معاها؟ يعني احب اسمعها لكن ما اغنيش طيب. والله عاده لا أب... لا ابدي رأيي في ضيفي بس الحقيقة أنا أحترمك والله شرف كبير لي يعني لا والله بحترمك والله. لأنك أنت قلت كلام أتصور أن لو كل واحد كان همه إيه اللي بيتقدم في الشاشة ويخش البيوت ما كناش شفنا نماذج سلبية نتيجة أنهم بيقلدوا اللي بيطلعوا على الشاشة سؤال بيسموا الفن قوة النعمه فاحنا الممثل ده مؤثر جدا على فكره يعني في, في البني ادم، الطفل الصغير ده بيعمل ايه غير ان هو بفرع التلفزيون؟ بيقلد. بيقلد صحيح وبيقلد فهو شافني بعمل حاجه هو وحبك مشكلة ان هو حبك بقى حبك بقى انت بتش... هو هيقلدك في اي حاجه انت بتعملها فانا ماليش مبرر ما ينفعش مين اصحابك في الوسط الفني؟ امير كراره امير صاحب. صح جدا اه امير مم. انا بسميه ابو الصحاب لان يعني هو أطيب بني آدم أنا هو إنسان طيب لا, لا طيب وربنا مديله عشان هو بني آدم طيب ومجتهد وأنا و بحب له الخير جدا والله من قبل إنسان ما نشتغل طيب مع بعض وعصامي أنا بحب فيه دايما بالظبط بالظبط وأنا من قبل ما أشتغل مع أمير وأمير صاحبي يعني أمير صاحبي يعني من أيام الهوب اضطراري أحمد السقا آه غد عادل إنجيل مقدم آه كل دول أصحابي يعني نفسك النهارده في واحد من الناس تدعو الناس لإيه؟ يعملوا خير في إيه؟ لا يعني كل واحد بيموك... يعني على حسب مقدرته يعني بس هو انت لما بتنوي انت لو عندك النيه انك تعمل خير هتعمل خير يعني هو رمضان قرب هو الناس دايما بيبقى دايما اذا ال... بيعملوا ايراد خير في السنه ففي رمضان 24 ايراد تدعو الناس يعملوا ايه؟ الغارمات الغارمات اه طبعا انا تفرح ست كده انها تطلع ت... تقضي رمضان مع ولادها ده موضوع كبير قوي الغارمات دول آه انا بشوفهم ان هم اصل الست دي غلبانه اتحبست ليه؟ اتحبست عشان عايزه تجهز بنتها مثلا فدي ايه ده؟ فلا فرحه الست دي وفرحه ولادها بيها دي بالدنيا كلها حقيقي والله دعوه جميله جدا ان احنا مم. قبل رمضان نطلع الغارمات يعني الست اللي اضطرت انها <applause> تكتب على نفسها كمبيالات باكتر من القيمه اللي واخداها عشان خاطر تجهز بنتها دعوه جميله جدا وبعدين مم. انت لو بصيت يعني انت هتلاقي الكلام فاضي يعني بالنسبة لناس كتير عندها المقدرة وكلام فاضي هتلاقي هتلاقي في واحدة محبوسة تلاقي محبوسة على 6000 جنيه صحيح يعني فاهم أقل من كده بالظبط فاهم بس يعني أحمد أنا سعيد جدا بوجودك معايا النهاردة وأنا والله مبسوط جدا والله, والله وأنا اتشرفت بالقائمة حضرتك للمرة الثانية وسعيد جدا وحضرتك قامة إعلامية كبيرة الله يخليك وأنا شرف لي أن أنا موجود مع حضرتك وأنا سعيد جدا بيك وأتمنى لك كل خير وسعادة ربنا يخليك نجاح وهنشوف أعمالك في رمضان ونهنيك عليها إن شاء الله ودايما كده نسعد بلقائك ونشوف اعمالك ونجاحاتك ونقول الحمد لله انك انت ماشي في الطريق الصح ان شاء الله واحد من الناس او واحدة من الناس النهاردة والدها موسيقار مصري كبير والدتها فرنسية الاصل مصرية الروح والملامح اما البنت بقى فنانة وموهوبة من يومها بتمثل وبتغني وكمان كانت مفاجأة من مفاجآت دراما رمضان اللي فات ضفتي النهاردة واحد من الناس هي الفنانة النجمة هنادي هاني مهنا اللي اطلت على المشاهدين في ثلاث مسلسلات في ثلاث ادوار مختلفه لدرجه ان بعض النقاد اعتبروها مفاجاه رمضان السنه دي ازيك ازي حضرتك؟ نورتيني ثانك no, ومبسوط جدا بوجودك معايا النهارده ومبسوط كمان بالنجاح الكبير اللي عملتيه في رمضان ثانك بجد شكرا عملتي ثلاث اعمال حلوه في رمضان اشتغلتي لي. مع ياسمين صبري اشتغلتي مع عمرو سعد اشتغلتي مع محمد رمضان بالظبط كلميني بقى عن كل دور وازاي قدرتي انك انت تفصلي بين الشخصيات الثلاثه وكل شخصيه ليها اللون والطابع والشكل المختلف عن الشخصيات الثانيه هو كان في الاول امل في محمد رمضان في زلزال امل اللي عجبني فيها ان ان شخصيه مختلفه جدا ان هي عندها كذا مرحله ان هي بنشوفها في الاول في المدرسه فصغيره وانرجيتك جدا وفيها طاقه وكده وبعد كده بتروح الجامعه ففي سنه هدوء شويه وبعد كده بتتجوز وبعد كده بتطلق وبعد كده بتخلف يعني بتخلف في النص وبعدين بتوجع وبعدين مش مبسوطه في في حتت رومانتيك في حتت زعل في حتت انبساط قوي فده اللي عجبني ان هو بجد هي هو بعيشها من من يعني من هو صغيره وبكبر معاها فعجبني ان هو كان فيه تشالنج كبير قوي ان ان ما يبانش ان هو يبقى نفس الحاجه فدي كانت امل فحاسه ان انا كنت عايشه جوه امل قوي <applause> كنت امل قوي آه نسرين في حكايتي مع ياسمين صبري نسرين صاحبتك ها؟ آه انا بحبها قوي أنت صحاب؟ انا اتعرفت عليها في اه في المسلسل مش, مش قبل, قبل كده مش هعرفها قبلها لا خالص آه. طبعا بحبها قوي من بدري بس بس اول ما لما اشتغلت معاها حبيتها قوي 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 ما كنتش متوقعه ان هي تبقى كده يعني ما كنتش متوقعه ان هي تبقى شخصيه عامله كده يعني احنا طالعين كلنا من مسلسل كل الناس بتحبها وشخصيه متواضعه قوي وبجد يعني بتعمل حاجه وعامله حاله في 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 المسلسل مختلفه عن بقيه الناس اللي ممكن تكون اشتغلت معاهم ابطال كبار يعني او اللي انا بسمعه اكشلي مش اشتغلت معاهم <applause> ان هي ديفرنت يعني بجد ملتزمه جدا ومحترمه قوي ولذيذه ودمها خفيف فلا انا بحبها قوي 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 فنسرين بقى كانت كانت ما فيهاش قفت كانت طبيعيه اكتر كانت اللي هي الصحبه اللي هي الناتشرال اللي هي بنشوفها كل يوم فكانت كان اكتر طبيعه يعني ما مركزه قوي ان هو في تمثيل وفي خالص هو انا بجد بدخل بطبيعتي اللي هو ازف صاحبتي بيحصلها كذا فهقول لها ايه فكانت طالعه كده وساره في بركه مع عمرو سعد آه، كانت أه، كوميدي وانا مش شايفه نفسي في كوميدي اصلا يعني مش شايفه نفسي كوميدي في خالص <applause> 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 دمي خفيف جدا على فكره آه، وانا في وانا بصور بحس ان دمي تقيل بطريقه مش طبيعيه بحس دراما اكتر مش كوميدي فساره دي كانت حاجه بقى تالتة خالص بقى حاجه بقى صوتها عالي وشرشوحه ومجنونه وشعرها كيرلي قد كده و... وبتغير و... منين بقى ان شاء الله اللي هو بتزعق بقى وبتاع ازاي يعني بتاع يعني. اللي هو ايه ومك لا انت امك طبعا لا طبعا بالشعر والحاجات دي اه لا لا هو كان في حاجات اصلا انا يعني اللي هو انا هخش زي اقول كده كنت بخاف قوي ان ان دم يطلع تقيل يعني حسيت ما اعرفش فبس الحمد لله طب بيني وبينك كده مش هقول لحد يعني. <applause> يعني ولا 100 مليون حتى لو سمعنا <applause> اكتر مسلسل انت كنت مبسوطه انت شغاله فيه وما تقوليش التلاته هو لا لا مش هقول التلاته بصراحه آه. بس هو 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 كل واحد فيه حاجه ديفرنت بصراحه م. بس بس اكتر حاجه قريبه لقلبي كاركتر اشتغلته كان امل زلزال علشان بجد كان فيه تشالنج يعني بجد كان فيه شغل اللي هو ما كانش ينفع ان انا يعني كان كل مشهد مهم يعني مش يعني انستجرام انا منزله كل المشاهد تقريبا علشان حابه الدور ده قوي غير انا حبايه هو فيه تشالنج ومفيش مشهد مثلا معدي يقول صباح الخير مثلا او او مثلا بعد يقول كلمه لا هو كل مشهد ليه حاله يعني معينه في تحدي وفي بالظبط آه جدا آه جدا وبس كل مسلسلات فيها حاجه يعني مثلا حكايتي كانت كواليس بتاعته انا مش عايزه المسلسل يخلص يعني احنا ممكن نقعد نشتغل بالاركان ساعه ايه رأيك في تمثيل ياسمين صبري؟ انا بحبها يعني ]ها. اختلفوا عليها الناس شويه انت رايك فيها ايه؟ انا بحبها انا انا مش يعني ممكن تكون شهادتي مجروحه شويه علشان انا كنت معاها في في اللحظه يعني كنت معاها في المومنت اللي هي فيه فانا كنت بشوفها شاطره جدا انا كنت بشوفها مجتهده قوي وفوق كل ده محترمه وفي في المسلسل كان بجد ملتزمه يعني صعب قوي ان بالذات في مصر ان الناس يعني بعض الناس قالوا مثلا ياسمين لسه شويه بطوله عليها بدري شويه انا مش في مكاني ان انا اقول حاجه زي دي يعني بالعكس هو ولا انت شايفه ان البطوله ملهاش سن؟ اكيد هو ملهاش سن أه. بس لو هنتكلم على حد و... انت كنتي بطلة وانت لسه بادئه يعني <applause> <applause> بس لا بس هي ملهاش سن اكيد بس بس انا مش مش هقدر اجادج حد عشان انا مش 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 بروفيشنال صعب تحكمي على حد بال... مش هقدر احكم على حد عشان مش بروفيشنال يعني ما ينفعش انا اللي اقول ياسمين عملت ايه بالعكس هو يعني مش محطوطه في مكان ان انا احكم على ياسمين طبعا انا يعني بحبها طيب هرجع للسؤال الخبيث اللي سألتولك من شويه ولا قلت مش هقول لحد عليه خالص <applause> <يوجدك> بس يعني اكتر <applause> ممثل كنت مبسوطه انتي شغاله معاه في الثلاثة رمضان ولا سعد ولا ياسمين وما أه تقوليش التلاتة لا هو اصلا هم مختلفين يعني ما فيش حاجه معرفش براحتك النفسيه مرتاحه مع مين اكتر؟ لا كنت مرتاحه لا everywhere بصراحه يعني اصلا انا ببقى يعني في حق في, في النورمال في الكواليس هتلاقيني دايما فلافي كده بقعد <applause> اهزر وفكة كده وبتاع فمش كنت مرتاحه في كل حته بصراحه بصراحه ساكت اكيد يعني. في مسلسل كده لما بيجي لا لك ده بكره طب ليه وفي تاني معقوله بكره بس انا اصلا قبل المسلسل اي واز فان من محمد رمضان قوي مم. واللحظه اللي جالي فيها المسلسل اللي عرفت ان انا مترشحه اصلا في المسلسل كنت بسمع اغنيه مافيا اساسا <applause> فلما الميوزك وقفت لقيت استاذ ابراهيم فخر بيكلمني فحسيت اللي هو انا كنت طبعا عجبتك اغنيه مافيا اه لا انا بحب اغني انا بحب منها لا مش بعرف اغني يا ده عربي. مش بعرف والله اذا انت انا يعني عارف انك انت صوتك مش مش عربي ما حصلش بس مش عربي وبتعزفي ما حصلش وبابا مغششني كل حاجه مش عربي والله يعني ما عنديش الثقه الكافيه ان انا اغني بالعربي يعني لازم م. ابقى لازم ابقى ذاكرته قوي او او اشتغلت عليه قوي 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 عشان مش مش بحب اعمل حاجه نص نص يعني بحب كده <applause> استرايك <applause> <applause> ف بس مش غنيتي

If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and I fly away. Yeah. بس جميل ثانك يو انا بس ام ستريسد اصلا خالص لا لا عادي خالص ما هو معرفش يعني في الهوم أنت واحد من الناس اه بس بكسب انتي دارسه ايه؟ قوليلي ميوزيكولوجي ساوند انجينيرنج في برشلونه فكله ليه علاقه بالصوت وحاجات كده مزيكا يعني لكن التمثيل ما كانش في بالك؟ خالص كنت مدرسه اصلا مدرسه ايه؟ آه كنت بدرس بدرس كذا حاجه بس بس ميوزك مينلي وفرنش و ESL و English و وديفرنت ايجز يعني سنين من صغيرين لكبار فبحب بحب التدريس قوي يعني قوي كان كان الكارير بتاعي انا كنت مبسوطه قوي فيه و وما كنتش عايزه امثل يعني كل ما حد يقول لي لا 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 تمثيل ايه <تصفيق> بس امال مين اللي اقنعك بالتمثيل؟ اللي اقنعني بالتمثيل مخرج شاف صورتي فقال انا عايزها في مسلسل فكلمني كان استاذ احمد خالد امين فكلمني واللي عجبني ان هو ما كانش عارفة انا مين فده الميزه ان انا ايه ده مش جايه اللي هو من بابي بقى وحاجات كده ما بتحبيش انت الحته دي صح؟ خالص مم. عندي مشاكل يعني حتى مش كاتبه اسمي هنادي هاني مهنا يعني دايما اكيد شرف ليا يعني بس انا عايزه اعمل ماي كارير لوحدي ف فبس لقيته بيكلمني والحلو وال... بقى ان هو كان دور صعيدي فلو انت زي شايفني صعيدي وانا اصلا <applause> مش عارفه انت عربي مش عارف اتكلم اه مش ما كنتش بعرف اقرا ولا اكتب عربي ساعتها فرحت وعجبني قوي فكره ان إنه ما يعرفنيش وان وانه صعيدي وان انا فعلا ساعتها بجد انا ما كنتش بعرف اقرا عربي اطلاقا فكان كنت كاتبه ال 60 حلقه بالفرانكو بس وعملت بابا كان رايه في التمثيل وافق فكر طرد لا خالص خالص لا لا النقطة تقل هو اب, أب ديمقراطي؟ جدا و... وهو مش مش بيقول لي اعمل ايه هو بيوقفني في الحته لما يشوفني ان انا ممكن اعمل حاجه مش صح او مثلا بختار اختيارات غلط هنا ممكن يقول رأيه يعني بيقول لي لا اعملي مثلا كذا بدل كذا مثلا و... وحتى حتى في المسلسلات في رمضان هو مثلا هو عرف بعدها ان انا مضيت يعني هو ما, ب... ما بيعرفش قبلها يعني مثلا مش بكلمه مثلا اقول له عندي مسلسل جاي لي اعمله ولا لا ما بعملش كده خالص ب... بخليه بعدها بقول انا هعمل مسلسل كذا <applause> فبس ب... بتحبي بابا ايه في بابا شغله ايه ب... من الحاجات اللي انت حاجات كتير قوي قوي مش كل حب مبدئيا ماشي all time فيفورت ذكرى الله يرحمها يعني بحبها حب مش طبيعي بحب مزيكه مسلسل امراه في ورطه أم بحب بحب وكل حاجه بحبها قوي <applause> وبعرف هو يعني ممكن تبقى اغنيه شغاله على الراديو عمري في حياتي ما سمعتها بس هو بيعزف فيها بيعزف بس مش حتى مش ملحنه بعرف ان هو المزير بتاعته ده صورتك انت وبابا ايوه اول فيديو كليب ليا <applause> كان عندي اربع سنين كان رايه ايه في المسلسلات اللي عملتيها في رمضان؟ أم كان مبسوط قوي وبعدين بابي بجد مفاجاه كبيره قوي انه ما كانش فيه حلقة قلت يا سورة في حلقه واحده بيفوتها انت قلتي الصوره دي كانت اول نصيحه أول بابا ليا صح؟ كان فيديو كليب فكان اول مره بقى في لوكيشن بابي موجود اربع سنين فعملت حاجه كده فما كانش بيفوت ولا حلقه خالص وكان كاتب بقى المسلسلات بالمواعيد بتاعتها بالاعاده وطول وقت قاعد قدام التلفزيون يعني انا ما اتفرجتش والله العظيم زي ما هو اتفرج مستحيل يعني هو عارف اكتر مني فانبسطت قوي بصراحه هو اظن معانا الاستاذ هاني مظبوط؟ ده بجد؟ معانا يا استاذ شابه صح؟ <applause> مساء الفل يا مساء السعاده والجمال حبيبنا الغالي فناننا الجميل الكبير وصديقي العزيز كمان الفنان الكبير هاني مهنا اولا انا سعيد جدا وبهنيك على هنادي ايه يا حبيبي؟ بهنيك على هنادي والشغل الجميل اللي هي عاملاه في رمضان احنا علينا الانتاج وهم عليهم الشغل بقى ماليش دعوه <تصفيق> <تصفيق> ما هي كده لي بقى انا عايزه اسمع من, من الاب قبل الفنان شفتها ازاي في رمضان وهي منوره في ثلاث مسلسلات والله شفت يا عمرو بقول لك حاجه يعني الميزه اللي في هنادي هي اولا لسه العمل الدرامي ما 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 خرجش الطاقه الابداعيه اللي, اللي جواها بصراحه يعني المفروض انا شهادتي مكروحه ان انا اقول الكلام ده بس انا عارف امكانيات هنادي ازاي يعني انادي آه بتك... يعني بتتكلم بتلقائيه جدا بتتكلم بطبيعيه كانها في البيت بالضبط يعني حتى آه لقيت الكومنت اللي من اصدقائي الاعزاء زي يسرا زي العلوي زي لبا بيقولوا لي كلهم اوعى ايه تخليها تروح تاخد دروس تمثيل خليها بطبيعتها كده هي بطبيعتها كده بتخش القلب على طول والناس بتصدقها فدي كان فعلا شيء يعني يعني نادر وما فيهاش تكلفه ما فيش اي تكليف بالنسبه للاداء بتاعها عشان كده هي كانت يعني واصله للناس بسرعه لانه بتتكلم بتلقائيه شديده جدا وطبيعيه ما فيهاش اي تصنع وما فيهاش تمثيل يعني ما فيهاش حاجات دي خالص اكتر مسلسل عجبك ليه في رمضان كان ايه؟ والله هما اتنين هو يعني يعني مع احترامي طبعا لعمرو سعد انا بحبه جدا جدا صديق عزيز في بركه انما هو زلزال وحكايتي بصراحه هي ادت فيهم اداء وتنوع في المراحل العمريه والحياتيه برضه تنوع كويس قوي فده شيء كان جميل قوي بصراحه كنا لسه حاطين صوره ليك معاها يا هاني من شويه وهي أوه. عندها اربع سنين وانت كد اول نصيحه من بابا ايه النصايح إن يعني اللي انت بتقولها لها وانت فنان كبير وليك تاريخ رائع؟ يعني. العمل ده كان فيديو كليب لذكرى الحان طلال مرتاح رحمه الله عليه اغنيه كل القلوب اطفال وكان محسن احمد هو اللي بيخلد الكليب ده وكان المفروض ان هو بيجيب 20 بنت في عمرها نادي اربع سنوات ويصور يعني من غير بقى جرافيك ومن غير حاجات دي خالص يصورهم لايف يعني ال40 بنت او ال20 بنت <applause> فلما شافها نادي قال لا انا مش هجيب حد جنبيها. فهي كانت مشدوده جدا وكانت خايفه قوي طبعا اربع سنين وداخله بلاتو بقى ومش عارف ويجي لها كوافير ويجي لها مش عارف مين وذكرى عماله تطبطب عليها وخايفه. فرحت التصوير ساعتها وحاولت امص منها الخوف ده امتص منها ده وبصراحه محسن كان بيشاركني في قوتها بالطريقه اللطيفه عمال يجيب لها في لعب ومش عارف وبتاع والحمد لله كان الاداء طبيعي جدا جدا مع ذكرى وكان شيء يعني مبشر ان ان هي ما بتخافش الكاميرا يعني ما بتحبش الكاميرا مع انه دي ترعب اي حد اي حد كبير مش حد صغير فالحمد لله ان ولما حد. كبرت يا هاني بتنصحها بايه دلوقتي بعد ما بقت نجمه هي ما شاء الله والله انصحها بال... بأقول لك حاجه م. اهم اهم شيء في الموضوع إن هي تنتقي الأعمال اللي هتأديها. أهم شيء يعني انتقاء الأعمال دي هي دي الرصيد بتاعها وده الكنز اللي هتسيبه. يعني لو هي لا قدر الله الفن ما فيهوش مجاملة خلي بالك. صحيح. يعني يعني عشان أجامل حد على حساب تاريخي وعلى حساب ب ب ب يعني الرصد اللي هيتعمل ليا لا ما ينفعش. فبالتالي أنها هي تنتقي الأعمال اللي تناسبها وما تجاملش حد ما بتجاملش اصحاب ما بتجاملش كذا وتبقى بالنسبه لها تحب نفسها اكتر من اللازم عشان اللي بيحب نفسه ده يقدر يحب الناس بصراحه من غير كده مش هتقدر تسيب اثر كبير قوي في التاريخ اللي جاي ان شاء الله صحيح لكن ااا آه صوتها جميل وانت فنان عظيم وملحن كبير وموسيقار آه. رائع انا عريف. ما فكرتش تعمل لها حاجه ليه قول له بليز انا قريت بتقول لي اقول لك بليز لو سمحت قول له بقى انا ما بشوفهاش يا عمرو يعني اللي قبل رمضان طب اخد لك منها يعني ميعاد بكره؟ خد لي ميعاد مش فاضيه بكره والله مش فاضيه بكره؟ لا بكره مش هينفع بكره ما بينفعش؟ أه. ممكن, بعدين أه. ممكن بعد يوم السبت ممكن يا <applause> هاني بعد يوم السبت ان شاء الله هتكلم المساعده بتاعتك كويس ان انت حاسس ميعاد منها ده انا حاسك والله ما <applause> بشوفهاش اعمل ايه؟ غريبه يعني وحشتني والله يا يعني. حاج والله والله انت كمان بتقولي يا حاج؟ بهزر معاك اه ما انا انا بجد نفسي انك تعمل لها حاجه يعني نفسي والله وانا والله بجد. ان شاء الله ده ابوكي ده مكتشف ده أنا النجوم ده هو نجوم. نجوم ده صنع النجوم نص نجوم مصر وما اكتشفنيش انا بقى ينفع لا 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 ان شاء الله, إن شاء نعم إن شاء الله. طب إن شاء الله. انت مؤمن بصوتها شايف ان صوتها القماشه آه. بتاعته والخامه بتاعته تنفع على فكره عموره هي بتعزف كويس بيانو اه كويس السولفيج بتاعها كويس قوي لما بتغني مع البيانو آه. صوتها بيبقى يعني منضبط مع النوت مع التون الموسيقي. دي حاجات يعني ثوابت المفروض انها تبقى هي دي بتخدمها في المستقبل. ان ان اي اغنيه هيجيلها هتغنيها صح، رغم ان هي بتقول كورد بايديها يعني الاكورات يعني فيها سبه توزيع يعني تحت الصوت ودايما بيخلوش عليها. فاذا بتتمكن من انها تغني حاجه كويسه محترمه. بس عشان كده قلت اختقتها هنادي لسه ما طلعتش. يعني لو عملت حاجه فيها برايتي فيها غنى وتمثيل وكذا هتبقى يعني عندنا ان شاء الله ان شاء الله من غير طبعا مقارنه سعاد حسني دي حاجه كبرى انا بموت فيها طبعا وصديقه عزيز الله يرحمها يعني هتبقى عندنا سعاد حسني مستقبلا ان شاء الله. بس عشان بتكسف بس بقى. امنية عمري انها تطلع في وقت الله يرحمه منصور لان احنا دايما فسرته بالخير والله العظيم قبل ليك يا عمرو سعادتي مجروحه بالنسبه لكم انما يعني من ليفي ده ياما قدم حاجات للسينما المصريه وللدراما المصريه التلفزيونيه يعني حاجات لحد النهارده بنبكي انها مش موجوده تاني والله العظيم بنبكي عليها طيب لا والله وانت كنت خير وخلف لي لما توليت رئاسة اتحاد النقابات يعني الفنيه كنت من افضل رؤساء اتحاد النقابات الله يخليك الله عم يخليك يا هاني الله يخليك كل الاحترام لفنانه كبير هاني هي. و... يعني منا و... وطبعا قريب لازم يكون معانا واحد من الناس نقعد مع بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ميرسي جدا يا هاني ماما بقى في حياتك إيه؟ ماما ايه بقى؟ ام ماما ايه بقى؟ دورها ايه في حياتك؟ لا بتعمل كل حاجه بصراحه هم. لا لا يعني احنا بجد ما نقدرش نعيش من غيرها ده اول حاجه هم. و الام دور الام <applause> بس ام مختلفه يعني ام ام فرنساويه اللي هو مش الام التقليديه المصريه نوت يعني ولا الهوا <applause> ثقافه الفرانكوفون دي كمان ثقافه جدا جدا هايلة اه لا وبعدين في شويه 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 صح منفتحه كده منفتحه جدا آه. و... ودمها خفيف قوي و... وفرفوشه ك... يعني يعني ديفرنت جدا من من الامهات و... والاكل رهيب بقى يعني بتعمل كلها بتعمل اكل مصري وبتعمل اكل فرنش بقى طول الوقت يعني يعني الواحد انت شاطره في البيت بتعرف تطبخ اه طبعا اذا بعش اطبخ طيب معانا حد بيحبك جدا مين على فكره مفاجات كتير قوي واحنا بنحبه جدا مساء الخير ازي حضرتك الحمد لله اخبار حضرتك ايه مامي ايوه كله تمام الحمد لله اولا دمتزعم. انا انا سعيد جدا بحضرتك معانا النهارده وانا اسعد ربنا خليك وبهنيكي على هنادي والشغل الجميل اللي عملته ربنا يخليكي وبهنيكي اكتر على المطبخ لان هي اول <applause> واحده تقعد معايا بتعرف تطبخ <applause> الحمد لله طبعا قولي بقى شفتي مسلسلاتها في رمضان والناس كلها شافتها والحقيقه الناس كلها كانت سعيده بنجاحها، انت بقى كام شفتيها ازاي؟ بص بصراحه يعني يا استاذ عمرو انا كنت ما ب... عمري انا بتفرج على مسلسلات، شفت اثنين مسلسل في حياتي يعني 23 سنه انا متجوز لاستاذ هاني معانا اللي نور شريف ما اتفرجتش غير على استاذ نور شريف الله يرحمه طبعاً. اه ب... اه بس بس عبد الغفور البرعي ايوه بالظبط حاجه و... باب والحاج متولي ولحجم والحاج متولي دول بس اللي شفتيهم ب... بس حياتها اه بس اكيد شفتي بقى فاركت. مسلسل مسلسل حكايتي وشفتي مسلسلها مع آه محمد اه ال... اه طبعا اتفرجت على مسلسل حكاياتي ومحمد رمضان زلزال عمرو سعد دايما تنصحيها بايه؟ تقولي لها ايه؟ يعني دايما تنصحيها اقول ب... لها ايه؟ اقول لها ربنا يوفقها يا رب و... يبعد بالعيون الحلوين عندنا في مصر ما شاء الله الله اكبر واتمنى اي حاجه لبنتي طبعا للخير حياتي وبس ربنا يخليها أنا... لك ويفرحك بيها ربنا يخليك وانت انسانه عظيمه وانت عارفه انا بقدرك قد ايه وبحبك قد ايه ربنا يخليك ودايما كده اسمع عنك كل خير ان شاء الله باذن الله ربنا يخليك ربنا يخليك يعني سي جدا حبيبتي شكرا جزيلا عندك اجمل ام واجمل سمعت أم. الاكسنت؟ اه لا حاجه <applause> لا لا رهيبه الاكسنت عندها <applause> رهيبه آه. اه لا لا في كلام بس انا بعرفها شخصيا هي شخصيه دامسه جدا و... ودمها خفيف قوي جدا دمها خفيف قوي يعني جدا طب يعني. خلينا نشوف كده شويه بقى دخلنا بقى في الطفوله نشوف شويه صور ليكي في الطفوله دي بلاش فضايح بس أهم لا 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 هنجيب لك يعني اوكي اربع سنين ثلاث سنين ماشي يلا يا احمد اه دي بقى بعشق الصوره دي دي فين بقى الصوره دي؟ دي عندنا في البيت آه يعني يعني استاذنا العظيم صلاح السعداني لو وحشنا كتير صوره والاستاذه نبيل عبيد والاستاذه الهام شاهين طبعا كنتوا ايه بقى حاجه للتاريخ حاجه للتاريخ بجد دي كانت صوره في, في في البيت في البيت ياسم. صوره عائليه يعني اه يعني هما كان كانوا كان دايما البيت اكتر كان صالون ثقافي اه طيب. ايه تاني يا احمد؟ ده في الفيديو كليب برضه ده في الفيديو كليب اه ها كليب بس برضو. كنت تشوفي اه ده في ال ده في الصعيدي بقى في الصعيدي دي عاليه كان صعب عليك تعملي صعيدي؟ جدا ااا آه. افرح ابليس كان صعب عليا المسلسل عشان كان أول مرة في حياتي أمثل في مم. حياتي فكان طبعا أصلا آه، إن أنا قدام كاميرا أول يوم كان رعب وما كنتش فاهمة حاجة وبعدين كنت فاكرة إن أنا ما ينفعش أقوم بعد المشاهد في النص ففضلت قاعدة حدش قال لي قومي فما كنتش فاهمه حاجه فكان اول حاجه خالص فكان اللهجه انا بحب اتعلم لغات قوي و بسرعه وبعد كده اتكلمت سعيدي ازاي انا عايز اعرف يعني آه بجد يعني كلميني كده جمله سعيدي كده مش عارفه اقول ايه بس انا في في حصل موقف كوميدي يعني انا يعني كنت بحفظ الكلام اكيد مش بعرف ارتجل يعني انا عارفه طبعا كويس قوي السيناريو بيقول ايه وفاهمه الكلام وكل حاجه بس كان في مشهد مفروض ابن اخويا بيجي يطلب مني حاجه فانا بدي له كيس في المشهد فانا ما اعرفش الكيس ده فيه ايه انا ما مش حاجه بتاعتي يعني ما تخصنيش انا اللي مطلوب مني اديله كيس فدخل فبيقول لي جبت لي الحلويات يا عمتي فبقول له ايوه يا حبيب عمتك وبدي له الكيس وانا اقدر وانا اقدر انساك برضك وبدي له كيس وبيمشي فالمخرج وقف نص المشهد احنا رولينج يعني ماشي هنيدي ثانيه واحده هتفتحي الكيس وهتطلعي كل حاجه فيه وهتقولي له له ايه فانا تلقائيه بقى غريبه بقى اللي هو اه طبعا يلا بينا مش اكشن راح داخل الولد آه جبتي الحلويات يا عمتي ايوه يا حبيب عمتك وانا اقدر انساك بردك جبت لك وامسك الكيس شوكولا بيسكوي وشيبسي كلهم ضحكوا <applause> بس انا آه. ما كنتش <applause> اعرف آه. <applause> معناها ايه ف كان بس حاجات كده بقى كتير يعني ده بقى دي دي خريجه السوربون بتتكلم يعني اه يعني اللي هو لا لا بس الجمله كانت كانت قويه يعني اولها صعيدي وخلاص يعني بعد ما قلت له صعيدي قلت له شوكولا اه اه ايوه ما انا ما اعرف اسمها ايه والمخرج عداها كده لا طبعا وقفنا طبعا كان في طبعا ضحك وبعدين قلت ايه بعد كده بقى آه جبت لك شوكولاته وبسكويت وشيبسي اه <applause> <applause> يعني كان في حاجات كده بتضحك كتير في <applause> كمان انت كتبتي آم نزلت على فيديو ليكي مع سامي واضح انك انت كنت بتحبيه الله يرحمه قوي قوي علاقتك ايه بقى وحكايتك ايه مع الله يرحمه سامي العدل آه انا عارفه ام كل سامي من اول ما اتولدت تقريبا <applause> انت اخترتي المزيكا دي على فكره وانت انا أوه. واخد الفيديو زي ما نزل على الانستجرام بالظبط بالظبط آه طبعا عارفه ام كل سامي من اول ما اتولدت فيعتبر بابايا التاني يعني الله يرحمه و... و يعني شافني وانا بكبر وعاش معايا يعني هو رباني ليترلي من وانا صغيره وكانت علاقتنا قويه قوي غير يعني في صحاب بابي كتير بس في ناس معينه علاقتي بيهم بجد قويه قوي 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 وكان أنك سامي حد منهم ومن اقرب الناس كمان وبحبه قوي <applause> كنا ناخد كرباتات بابي من الاوضه اللي مش بنحبها اللي كانت قديمه قوي ومش مش عاجبنا شكلها بنحطها في كيس ونخبيه تحت السرير تخينه قوي دي بتاع الزباله كنا بنخبيها في كيس ونحطها تحت السرير بالزمان كان بيلبس زمان بس كانت الموضة كانت موضة طبعا اه خلي بالك اه طبعا آه. كان كان هو كان فاشنبل جدا بس يعني كان فكنا بناخدها بقى كنا نخش الاوضة ناخد ناخد الكرافتات نحطها في كيس ونخبيها تحت السرير عشان نتاكد ان هو ما يلبسهاش كان بينصحك بايه لما يعني انت قابلتيه طبعا يعني شافك وانت بتمثلي طبعا لا ما شافكيش لا انا مثلت بعد ما ممكن سامي توفى <applause> وبس يعني اه حبيبي كان شايلك كنت كنتي من الدار حبيبي ده هنا كنا في الاوبرا وكنا بنعمل اغنيه القدس مع الله يرحمها هدى سلطان مم. وكان اوبريت وكان كل الممثلين بيغنوا فيه بجد كان فيه يعني بجد محظوظه قوي كنت انا الوحيده كان عندي ثلاث سنين وكان انكل فاروق اول مره توقف على خشبه المسرح نعم اول مره توقف على خشبه المسرح اه طب نشوفها بالزبط. يلا نشوفها ايه ده موجود ايه ده الله يلا ايه <applause> ده <applause> 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 بس صدقني انت جبت الفيديو انا عايزاه <applause> اه هو انا محظوظه قوي بصراحه يعني انت كنت و... مع العظيم هدى سلطان طبعاً كان اوبريدا اتعمل بعد وفاه محمد الدره يس. وكتب الله يرحمه أه. الجميل مدحة العدل وطبعا قائد الاوركسترا المايسترو هاني مهند انا كنت محظوظه قوي طفله محظوظه ودي حاجه ما اقدرش انكرها بصراحه ان انا ابقى واقفه ثلاث سنين ومع كل الناس العظيمه بقى كل و... العمالقه مش يعني. طبيعي حاجه و... وعلى فكره وساعتها الشباب اللي كانوا شباب ساعتها هم نجوم دلوقتي يعني في مثلا منى زكي في كل... كلهم هنا يا احمد في الخلفيه كده واحنا بنتكلم نسمعها كلهم موجودين و فلا كنت محظوظه قوي يعني ثلاث <تلت> سنين في لو كنت النص. انت كنت بتتكلمي انت قلتي ايه قلتي ايه في الاول جستيس كنت بتكلم على القدس اه ف... مش أنا سمعتش... مش فاكره اوي انا كنت بقول ايه يعني بس كنت بتكلم ان ان احنا نساعد الاطفال وكده فاه <applause> ثلاث سنين يعني كانت لا لحظه لا كنت... لحظه طبعاً. فارقه في حياتك صح ايوه طبعا يعني لحظه طبعاً. مش ايوه مش... حاجه مش هنسى على فكره انا 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 بجد الحمد لله يعني ات... اتربيت جوه الوسط يعني كل اصحاب اهلي وكلهم من الوسط الفني و... ودي حاجه انا محظوظه بيها جدا ان انا أه ومحظوظه كمان ان انا قابلت ناس أه عظماء وتوفوا فمحظوظه قوي ان انا زي مين؟ قابلتي مين؟ طبعا أه الله يرحمه هدى سلطان مم. ابراهيم يسري طبعا ده حبيبي برضو بجد بموت فيه الله يرحمه سامي العدل طبعا استاذ نور الشريف واستاذ نور الشريف يعني بجد انا ندمانه قوي ان انا ما فكرتش امثل ساعتها كان كل حد بي بي بيعايزني امثل و وانا كنت م... مش عايزه امثل ف حسين وشريف احنا كمان سافرنا مع بعض وعيش يعني بجد هو انا محظوظه جدا هو صراحة. انسان كان رائع قمر 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 وكان دايما بيصور وكنا في كان يقعد يعمل لي فوتو ويصورني بالكاميرا ما كانش بيسيب الكاميرا عمره ما كان بيسيب الكاميرا دايما متعلقه و... وفي كل حته بنروحها كان بيصورني صور كتير قوي قوي الله يرحمه جميل م. القدس هترجع لنا القدس هترجع سنة كده من هنا بنقول ارضنا ارضنا دمنا امنا وان من بات ملايين مننا القدس هترجع لنا المنيه رائعه ملحمه وجد بعد محمد الدر على طول اللي هز اركان الاستعمار البغيض الصهيوني بوفاته عشان كده الفن كان جميل وانت هيحسب لك انك انت في تاريخك تخيلي <applause> بقى طبعا ده في السي في بتاعي ده ده حاجه حاجه كبيره قوي قوي يعني <applause> عايز ارجع تاني بقى لاعمال رمضان عايز اعرف اصل هو رمضان حبها وعمر سعد حبها مين اكتر واحد حبك كويس في في رمضان؟ ما اعرفش يعني فل... بس البركه في عمرو سعد ما كانش بيحبها كلير يعني كان بيحبها بس ما بيقولش عشان مفروض بيقول دي فمش بيقول بس محمد رمضان كان الموضوع رومانتك كان في سينز يعني لوف سينز فكان امم نشوف كده يلا وريني يعني. تلقائي جدا يعني <تلقائي> ادائك <تلقائي>, تلقائي ما تعلمتيش تمثيل ها؟ لما بدات افرح ابليس كان عندي أكشن كوتش اشتغل معايا كتير قوي 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 وفي الجزء التاني من في اخر شويه صغيرين قوي في, في افراح ابليس ما كنتش بروح اتمرن معاه بس كنت ببعت له كل حاجه يعني لا هنا اتدربتي حد دربت. هنا, لا لا هنا, هنا, انتي... هنا استاذ ده شغل انا زي ما بقول لك مش شايف فرق بينك وبين بين الشخصيه خالص يعني بجد؟ أه يعني. <applause> أه لا ده شغل بصراحه بصراحه يعني كل ده يرجع لاستاذ ابراهيم فخر طبعا المخرج عظيم عظيم وريني يا احمد بقى نشوف عمرو سعد يلا وليلي أنتي انت كنت بتصوري ثلاث مسلسلات في وقت واحد؟ نفس الوقت كنتي بتعمل ده عنده حق باباكي ما بيشوفكيش انا بجد لا لا هو انا فعلا ما كنتش بروح يعني بجد ما كنتش بروح <applause> ولو بروح بروح اجيب هدوم انا كنت عايشه حياتي بس في انت بتعرفي ترسمي اللاي اوت بتاع الشخصيه يعني تقدري تقولي دي شخصيتي هنا دي شخصيتي هنا ادائي هنا كذا انا شخصيه دحيحه قوي يعني شخصيه بتحب المذاكره قوي صمامه بتح... بتحفظي كويس غير الحفظ انا شخصيه بذاكر على الكاركتر كويس قوي يعني انا اصلا عندي لكل مسلسل فولدر قد كبايندر كده وكله بقى كل حاجه عن الكاركتر الحاجات بقى كلها الوان والمشاهد كلها وكنت فين ورايحه فين ما خفتيش انك أنتي تتحطي كده في ال يعني تحت الضوء بشكل كبير في رمضان اعلى نسبه مشاهده في رمضان هو <applause> <applause> انا قبل رمضان بكام يوم انا كنت بجد بعيط بعيط اللي هو بعيط بجد دموع اللي هو يا جماعه اجلوا حاجه طب حد يكلمهم يقول لهم اي حاجه يعني وحش اي حاجه بجد مش عارفه اعمل ايه كان رعب 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 طب امتى حسيت انك انت نجحتي ونجحت اول حاجه جاتك عليها مؤشرات نجاح كانت ايه؟ الزلزال عشان اه كمان لا زلزال كمان موجوده جدا من الحلقه الحلقات الاولى م. حكايتي ببدا متاخر شويه يعني ببدا في بطلع في السبعه او الثامنه وبركه برضو بركه كان اول يوم يعني اول يوم رمضان كان الحاجه الوحيده اتعرضت لي كانت بركه زلزال بظهر في, في الثانيه ف فاول يوم جالي فيدباك كويس على بركه بس قلت له اول يوم وقلت لسه ما شوفوش حاجه واول حلقه بتبقى دايما لطيفه وبتاع بس لا هو زلزال اللي فجاه انا في يوم كان ثالث يوم رمضان كان كان بدري يعني ثالث او رابع يوم رمضان انا بفتح السوشيال يعني عادي جدا زي اي بني ادم في العالم وفي التصوير بفتح الانستغرام لقيت نفسي في كل حته اللي هو ده انا اصلا مش مصدقه يعني انا يعني الناس كلها تبعتلي لي صور و وانا و... ده انا بجد ومبسوطه قوي بقى اللي هو ده انا ومش عارف ومش مصدقه بقى الفيدباك اللي في الشارع بقى ده الصدمه اللي هو انا في الاول كان الناس بتبص لي فانا واحد بيبص لي فانا زي الموضوع مش مش عادي ان انت تفضل بحلق بحل لي فانا اللي هو بص قدامك انت <applause> بص لي فلقيته بيبتسم فجالي بقى هنا مش عشان خاطر عشان آه انت نجمه طلعت عارفك المسلسل طلعت <applause> عارفك فرحت عامله كده <applause> بس وين في الش... بقى الموضوع بقى غريب قوي في نص برضو خامس او سادس يوم نازله عادي جدا زي بقيه البني ادمين من غير نقطه ميك اب وعامله كحكه على شعري وشكلي بقى يعني ما يتقبلش راحه من تصوير لتصوير ففي النص يعني فلقيت واحد بيقول لي ممكن اتصور معاكي فرحت وصلت له كده قلت له عندك سناب شات ممكن تحط فلتر عشان شكلي وحش قوي اصل هعمل ايه يعني فبقيت باين فهمت بقى ان انك انت خلاص بقيتي معروفه ايوه <applause> نشوف مشهد بتاع حكايتي يلا انت كام في الميه من ذاتك في رمضان اللي فات؟ 20 أحل... 20% اه ممكن احلامك اللي جايه ايه بتفكري فيه نفسك تعملي وانا حلم حياتي اعمل ميوزيكال موفي حلم حياتي بس مش مش هو هو مش موجود في مصر كتير للاسف وحتى لما بيبقى في اغاني فيها افلام فيها مزيكا في مصر ما بيبقاش زي بره ان بره بيجيبوا الكاست كله كله بلا استثناء لو حد معدي بس مشهد ورا وكده بس بيقول كلمه هيبقى بيغني هو ده حلم حياتي نعمل فيلم في كاست كامل بيغني واحنا عندنا ممثلين وبيغنوا فده موجود فانا حلم حياتي اعمل طبعا حاجه فيها performance وحاجه فيها بغني وحاجه بمثل يعني نقول ميوزيك كوميدي يعني مش كوميدي دراما بس ميوزيك حلو اه ايه الحاجه هتقول عليها لا لو اتعرضت عليك اي حاجه فيها اغراء او حاجه مش طويلة لا اه مش بحب <applause> بحب يعني اتس مور اليجنت حتى بحب كده الحاجات الشيك كده ممكن تعملي دور شريره؟ جدا اه نفسي تعملي دور ايه تاني؟ بس خايفه الناس تكرهني يعني وانا انا في حتتين يعني خايفه الناس تكرهني وفي نفس الوقت لو كرهوني هبقى عملت نجل. عملته حلو بس في نفس الوقت اه اه نفسي نفسي اعمل حاجات مختلفه يعني نفسي مم. مش عايزه افضل نفس الحاجه مأجله الجواز دلوقتي امتى؟ هو مش هو مش تاجيل بس يعني الواحد لما بيلاقي حد مناسب اصل انا بجد طلباتي مهمه ايه المواصفات؟ اكتبوا عندكم يا جماعه مواصفات <applause> عريسه اكتبوا عندكم يا جماعه, <applause> جماعة, <موظفات تصفيق> عندك جماعة طب آه. ورقه وقلم اوكي اول حاجه لازم يبقى راجل ده بيزك بس طبعا دي كاتيجوري يعني في حاجات تحتيها كتير قوي لازم يبقى راجل قوي. لا بس راجل لا مش راجل كده في البطاقه لا راجل راجل يعني شهم وجدع <applause> وكريم ولذيذ ودمه خفيف ونجح في اي حاجه وبيعملها في الحياه و... وطيب و... ويا ريت يبقى طويل عشان بجد مش عاي... يعني مش هبطل البس كعب <applause> اه عايزه <applause> طويل عشان تبقى اه اوكي بليز <applause> اه أو يعني يبقى طويل يعني انا مش بركز في و... الشكل على فكره يعني شكل اخر حاجه ممكن اركز معاه مش 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 بركز في الشخصيه اكتر من الشكل واهم حاجه يبقى جدع كده شهم كده وشرقي وشرقي اه يعني بيقول لا على حاجات مش بحب الرجاله اللي مش مش ما عندهمش راي بس اللي هو مثلا ما بي ما بيقولش لا على حاجه طب طلع شر قالك مش هتمثلي تاني يا نادي سيربرايزنجلي <متحدث> لو بحبه قوي 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 هو بجد بقى لو في بقى كل المواصفات اللي انا عايزاها بجد ويستاهل ممكن اه ما امثلش يا حياه قلبي

بطلب من ضيوفي ان هم يدعوا الناس لعمل خيري انت النهارده تحبي تدعوا الناس ايه اللي يعملوا خير في ايه؟ أم في الاطفال اي حاجه ليها علاقه باطفال مم. ياخدوا بالهم الاطفال وحتى مش لازم يعني اطفال طبعا الشوارع والاطفال اللي مش قادره بس كمان الجيل ده يا ريت يا جماعه تربوا اولادكم عشان اللي, اللي, اللي بيحصل حاليا مرعب مرعب فا فاصلا هو يبقى خير لو هم ربوا ولادهم بجد نورتيني ثانك يو مبسوط جدا كنت معاك في حمل الناس انا كمان وانا يعني انت عارفه يعني مشاعر تجاهك انت قد ايه بحكم سلعة عائليه كبيره بتمنى لك كل نجاح وتوفيق شكرا واتمنى ان اللقاء اللي جاي ان شاء الله تكوني بقى عامله سوبر ستار عامله نجمه صف اول سينما ودراما في تلفزيون في رمضان واهنيكي عليها ان شاء الله بجد شكرا وانا اتبسطت قوي ان انا مع وان و... شاء الله هيجي لحياتك تاني ان شاء الله هتنورني <applause> كان معاكم النجمه الجميله هنادي هاني مهنا انتظروها قريبا هيبقى شان كبير واحد من الناس